ازاي طلبة وطالبات الصف الثالث الزراعي مجال التصنيع الغذائي في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة. النهاردة ان شاء الله هناخد جزء اخر جديد من مادة الصناعات الغذائية. احنا عارفين عندنا ثلاثة مواد بجانب مادة الصناعات، في مادتين، مادة حفظ وتصنيع اللحوم، مادة العجائن والمخبوسات. النهاردة ان شاء الله هنحاول ناخد جزء مهم في الصناعات الغذائية، والحلقات القادمة ان شاء الله هناخد في مادة العجائن والمخبوسات وحفظ وتصنيع اللحوم. ان شاء الله النهارده هناخد جزء مهم قوي، وهو عباره عن صناعه الكحول والخل. هنحاول النهارده نخلص مع بعض جزء صناعه الكحول. صناعه الكحول والخل هي صناعات تعتمد في المقام الاول على الصناعات التخمريه، بمعنى هي عباره عن ناتج من تخمر المواد السكريه. عندنا نبذه لازم نكون عارفينها عن الصناعات التخمريه. من المهم انك انت تبقى عارف اصل الصناعات التخمريه. يعتبر في الدول الناميه العمليه طبعا ما هيش بالشكل القوي والكافي اللي احنا بنتكلم عليه، ان احنا نقدر ننتج سوليدات بشكل جيد بشكل نقي، وبالتالي هي تعتبر من ضمن الحاجات اللي فيها مجال للتطوير. ولكن دخولها بشكل كبير او التحسين البيولوجي فيها سواء في انتقاء السوليدات او غيرها بيحسن ويطور من الصناعات الزراعيه، لان غالبا الصناعات التخمرية تعتمد بشكل اساسي على يا اما منتجات مواد خام زراعية او مخلفات المواد الخام الزراعية. وبالتالي تطور هذه الصناعة والتحسين البيولوجي في الميكروبات والسلالات المنتقاة هتأثر بشكل كبير وهتنشط عملية التصنيع الزراعي، خصوصا لما نعرف كمان ان الصناعات دي ليست صناعات مكلفة اقتصاديا بشكل كبير، وايضا هي صناعات تدر دخل وعائد مادي واقتصادي عالي جدا. وبالتالي مهم قوي ان احنا نركز على مثل هذه الصناعات. عملية التخمر هي عملية ليست بالحديثة، هي عملية قديمة كانت تعتمد في المقام الاول على ترك بعض السكريات للتخمر الطبيعي، ولكن كان في هذه الفترة بيدخل على البيئات او الخضروات او الفواكه او السكريات حسب المصدر اللي هيتم ليه عملية تخمير العديد من البكتيريا التي ليست مرغوب فيها، وبالتالي يكون الناتج ليس مرغوب فيه وليس جيد. وبالتالي مع التحكم في البيئات المستخدمة وانواع الميكروبات والبكتيريا المستخدمة تم انتاج بعض المنتجات ذات المواصفات الجيدة. واحنا بصدد لما بنيجي نتكلم اصلا على الوحدة بتاعتنا اللي هي صناعة الكحول وصناعة الخل، هنلاقي ان احنا حتى في الفترة الراهنة احنا في حاجة ماسة لانتاج مزيد من الكحول، واحنا شايفين ان احنا محتاجينه في الفترة الاخيرة في عمليات التطهير نظرا حتى لوجود فيروس كورونا. وبالتالي تعتبر هي صناعة مهمة جدا وصناعة مؤثرة، وبالتالي زيادتها هيزود معاها ايضا جزء كبير من رأس المال، ايضا جزء كبير من العمالة، جزء كبير من الاقتصاد، وبالتالي تشغيل جزء كبير جدا من الصناعات الزراعية اللي موجودة عندنا. تعالوا مع بعض كده نشوف نبذة يعني ايه الصناعات او السلالات المنتجة وراثيا سواء اللي كانت موجودة او اللي بيتم تعديلها. هنلاقي معانا كده في صناعة الكحول والخل يعد استخدام الكائنات الدقيقة المحسنة وراثيا في التجهيز البيولوجي للأغذية محدود زي ما انا قلت في الوقت الراهن او في الشكل الراهن اللي موجود عندنا. نظرا لان طبعا الدول النامية بتبقى الامكانيات مش الامكانيات الكبيرة اللي احنا نقدر نستخدم فيها جزء كبير جدا من السلالات النقية، ولكن هي بتدخل زي ما احنا شايفين كده في انتاج بعض الاغذية زي المخلات والكحول والخل وايضا بعض انواع الجبن، وبالتالي تعتبر صناعات مهمة جدا. طيب هو بيجي دايما سؤال في الامتحان، وانا قلت دايما ان مع كل ابنائنا وبناتنا الطلبة على مدار الحلقات السابقة ان احنا متفقين مع بعض ضمنيا ان احنا هنجهز معانا نوت، النوت ده احنا بنسميه بنك الاسئلة بتاعنا، وكل حالة احنا بنتكلم فيها لما بنيجي نتعرض لجزء من الجزء النظري بتاعنا بنقول ان الجزئية دي بيجي فيها السؤال بهذا الشكل، وبندون مع بعض الاسئلة. وبالتالي هنيجي على اخر العام ان شاء الله هنلاقي معانا تقريبا مجمل الاسئلة اللي وارد انها تيجي في الامتحان بتاعنا. تعالوا بقى لما نيجي نتكلم الجزء التخمرات ممكن يجيني فيه ايه، ممكن يقول لي عرف التخمر او المعنى العلمي للتخمر.
يعني ايه تعريف التخمير ويعني ايه المعنى العلمي لعملية التخمير. ببساطة عمليات التخمير هي قدرة الكائنات الحية الدقيقة اللي هي عبارة ما بين قوسين البكتيريا المستخدمة في تحويل المواد الخام السكرية إلى مركبات عضوية من نفس المصدر السكري المستخدم. تاني، قدرة كائن حي دقيق ببساطة على استغلال مصدر سكري عشان يكون لي مركب عضوي زي الكحول أو الخل أو خلافه، لما هنعرف أنواع التخمرات، من نفس المصدر السكري اللي هو اتغذى عليه، وبتكون المنتجات المنتجة دي ذات قيمة اقتصادية عالية. يبقى أنا بعزز القيمة الاقتصادية سواء للمادة الخام اللي أنا استخدمتها سكرية أو إن كانت مخلف من مخلفات التصنيع الزراعي، من ذات قيمة اقتصادية ضعيفة إلى مركب عضوي ذات قيمة اقتصادية عالية من نفس المصدر السكري اللي أنا استخدمته. وبالتالي غالبا معظم شغل هذه الميكروبات بيكون على الذرة الكربونية اللي موجودة في السكريات، واحنا عارفين ان معظم المواد السكرية غالبا تركيبها بيبقى عبارة عن كربون واكسجين وهيدروجين، والشغل الاكبر كله او المحتوى الاكبر كله بيبقى على الكربون وذرات الكربون. الظروف غالبا اللي بيتم فيها دي يا اما ظروف هوائية او ظروف لا هوائية. تاني، عشان لو طلب مني تعريف التخمر او المعنى العلمي للتخمر، الاجابة بتاعتي السليمة الصحيحة هي قدرة الكائنات الحية الدقيقة على استخدام وتحويل المواد السكرية الى مركبات عضوية من نفس المصدر السكري ذات قيمة اقتصادية عالية في ظل ظروف هوائية او لا هوائية. تعالوا نشوف كده مع بعض المعنى العلمي للتخمر. هو قدرة الكائنات او الميكروبات اللي احنا شايفينها او الصورة اللي معانا دي لبعض انواع البكتيريا على تحويل المواد السكرية، زي ما احنا شايفين سهم كده، مواد سكرية من اي نوع بقى، مصدر سكري هنستخدمه وهنعرف ايه المصادر السكرية اللي ممكن نستخدمها، الى مركبات عضوية من نفس المصدر اللي هي استخدمته او اتغذت عليه. طب عشان ايه يا مستر؟ عشان توصل في النهاية زي ما انت شايف انها توصل لي الى مركب زي مثلا الكحول او الخل او حمض اللاكتيك، دي كلها عبارة عن نوع من انواع المركبات العضوية، بتكون ذات قيمة اقتصادية عالية في ظل الظروف سواء الهوائية او اللاهوائية لقدرات الكائن الحي وتحمله لوجود الاكسجين من عدمه، لان هنعرف فيما بعد ان في بعض انواع البكتيريا تقدر تتحمل الظروف الهوائية وفي بعضها ما يقدرش يتحمل الظروف الهوائية. أهمية البكتيريا في عمليات التخمر، هي أهميتها إيه في عمليات التخمر؟ غالبا البكتيريا بتلعب دور كبير جدا في تخمر بعض المنتجات المهمة سواء الفواكه أو الخضروات، وفي خطأ شائع في عمليات حتى التخليل. البعض يظن أن أصل التخليل هو التمليح فقط، ولكن التخليل هو أصله هي عملية تخمير. تاني، التخليل بجانب إضافة الملح فهو في المنشأ عبارة عن عملية تخمير، لأن لازم يكون معايا مصدر للبكتيريا النافع اللي بيحول جزء من السكريات اللي موجودة في المواد الغذائية اللي أنا بعملها عمليات تخليل إلى الطعم والنكهة المرغوبة في المخللات، سواء بقى كنت بخلل أنواع من الخضار زي الجزر زي اللفت زي الخيار زي البصل زي الفلفل، او حتى بعمل عمليات تخليل لانواع اخرى زي اللحوم او زي الاسماك، زي ما احنا عارفين الاسماك المملحة او المخللة. وبالتالي بيبقى هنا الهدف الرئيسي عندي هي قدرة الكائنات دي على تحويل جزء من المواد السكرية عشان تديني الطعم المرغوب في المنتج الغذائي الذي يتم ليه عملية التخليل او التخمير. يبقى مش الهدف الرئيسي فقط هو اضافة الملح في عمليات التخليل. تعالوا مع بعض كده نشوف تاني. بيعتمد كثير من المنتجات المخللة او المخمرة على وضع الاحياء الدقيقة في الغذاء لانتاج طعم ونكهة مميزة.
طب هي اهميه البكتيريا بس يا مستر في المخللات او المنتجات اللي بيتم ليها عمليه التخليل؟ لا، ده احنا عندنا نوع شهير جدا في عمليه الانتاج في الجبن اللي هي جبنه الروكفور، تعتبر من الجبن المهمه جدا اللي قايمه على صناعات التخمر. ايضا عندنا بيصل، خد بالك بقى من النقطه دي عشان النقطه دي مهمه قوي، حتى بنعرفها وبشكل كبير جدا في صناعه الزبادي. غالبا ممكن يكون الجرام الواحد في الماده الغذائيه بيشيل حوالي 100 مليون من البكتيريا. تاني، غالبا الواحد جرام من الماده الغذائيه بيشيل تقريبا 100 مليون من البكتيريا اللي بتخش في عمليات التخمير او التخليل او التصنيع زي عمليات تصنيع الزبادي او الجبنه الروكفورت. وبالتالي قد يظن البعض ان هذا العدد والحمل الهائل هو حمل ضار على الصحه، ولكن هو ليس حمل ضار على الصحه، لان الميكروبات اللي احنا بنستخدمها في مثل هذه العمليات هي ميكروبات لا تسبب ضرر على صحه الانسان. وبالتالي برضو ده يبقى دائما صوره في ذهنك ان العدد الهائل من الميكروبات ده لا يؤثر على الصحه بتاعتنا، لان هو ايضا من النوع النافع وليس من النوع الضار. ده جوهر من جواهر عمليات التخليل او التخمير او عمليات التخمر. زي ما احنا شايفين في صناعه تخليل الخضر والفاكهه والاسماك، في تخمرات صناعه الجبن والزبادي والالبان المتخمره والجبنه الروكفورت، ايضا في تخمر العجائن صناعه الخبز بشكل كبير بتقع على البكتيريا اللي بتدخل او بتعمل ادخال الى الغاز في العجائن، وبالتالي تحويل السكريات اللي بتدخل في تركيب العجائن الى ثاني اكسيد كربون بيعمل عمليات الرفع، او لو انا بستخدم حاجات بتشتغل على الامونيا والنشادر. ايضا من ضمن الصناعات المهمة صناعة الكحول والبيرة، تعتبر من الصناعات المهمة القائمة على عملية التخمير او التخمر. من ضمن الصناعات ايضا المهمة هي بعض انواع اللحوم زي السجق المتخمر، ايضا من ضمن الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على عملية التخمر. من ضمن الحاجات المهمة صناعة الخل بجميع بقى انواعه، طبعا اللي اشهره خل التفاح. طب العوامل المؤثرة في سرعة التخمر، يجي سؤال في الامتحان يقول لي ما هي العوامل التي تؤثر على سرعة التخمر؟ دايما هقول لك سجل معايا الاسئله اللي وارد بتيجي في الامتحان. زي ما قلت لك ان ممكن يجي لي يقول لي عرف المعنى العلمي للتخمر، وارد يقول لي ما العوامل التي تؤثر على سرعه التخمر. طب هو انا يا مستر ممكن اعرف العوامل دي من غير ما ارجع ابص تاني واتذكر واحفظ؟ ممكن تعرفها لو انا دايما قلت لكل ابنائنا وبناتنا الطلبه ان انت فني تصنيع غذائي، ادي لنفسك فرصة تفكر في المنتج اللي شغال معاك. ارجع لاصل التعريف. هو التعريف في التخمر كان ايه يا مستر؟ عبارة عن ميكروب او بكتيريا احنا بنستخدمها على مادة سكرية عشان احولها الى مادة عضوية. ادي التلات اطراف اللي موجودين عندنا. بكتيريا مصدر غذائي هيوصلني في النهاية الى مركب، وبالتالي المثلث ده في عوامل هتسرع من عمليات التخمر وهتبطئ من عمليات التخمر. فلو انا فكرت بديهيا يبقى رقم واحد المصدر السكري اللي انا بستخدمه، تاني المصدر السكري اللي انا هستخدمه. طب العملية دي هتتم فين يا مستر؟ في قلب بيئة. البيئة دي احنا بنسميها المخمرات وهنتكلم عليها بالتفصيل. طب البيئة دي محتاجة ايه جواها؟ مش محتاجة بداخلها درجات حرارة وبالتالي هتأثر على سرعة التخمر بتاعي، محتاجة جواها تركيز للبي اتش ودرجة الحموضة اللي بداخل المخمر، وبالتالي ده هيسرع او هيبطأ من عمليات التخمر. نرجع تاني للتعريف، مش انا وانا بختم التعريف وبقول انها بتديني مركبات ذات قيمة اقتصادية عالية في ظل ظروف يا اما هوائية او لا هوائية على حسب
نوع البكتيريا اللي موجودة، سواء محبة للهواء أو غير محبة للهواء، تتحمل وجود الأكسجين أو لا تتحمل وجود الأكسجين. يبقى بديهي عندي كمان عامل مهم وهو وجود الهواء أو الأكسجين. يبقى أربع عوامل لو أنا اديت نفسي فرصة أفكر في التعريف بتاعي فأقدر أركز وأطلعهم بمنتهى البساطة. أنا عندي مادة غذائية يبقى هتأثر في سرعة التخمر، عندي بيئة هحط فيها فيلزمها ثلاث حاجات، يلزمها درجة حرارة ويلزمها حموضة ويلزمها ان انا اعرف المخمر ده هوائي ولا لا هوائي، وبالتالي اقدر اطلع العوامل بمنتهى البساطة من التعريف بتاعي. تعال نشوف كده الكلام اللي احنا بنقوله ده موجود ولا لا. يبقى العوامل المؤثرة في سرعة التخمر، لو جالي السؤال يقول لي ما العوامل المؤثرة في سرعة التخمر، يبقى رقم واحد المواد الغذائية، رقم اتنين درجة الحرارة اللي هتبقى في البيئة اللي موجودة عندي، رقم تلاتة درجة الحموضة ايضا اللي هتبقى موجودة في المخمر عندي، رقم اربعة التهوية، وانا هشتغل على ظروف هوائية ولا لا هوائية، مخمر هوائي ولا مخمر لا هوائي. اعتقد ان الموضوع بسيط وانا اعلم تماما. عندنا ست وحدات في مادة التصنيع الغذائي، خدنا في الوحدة الأولى المربى، الجيلي، المرملات، الفاكهة المحفوظة. خدنا في الوحدة الثانية صناعة السكر من قصب السكر وبنجر السكر، ثم عسل الايه عسل الأسود من عصير القصب. وبالتالي الوحدة الثالثة اللي اتكلمنا فيها في حلقتين سابقتين اللي هي عبارة عن صناعة الحلاوة الطحينية. الوحدة الرابعة اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي صناعة التخمرات اللي هي صناعة الكحول والخل. الوحدة الخامسة إن شاء الله اللي هي صناعة زيت الزيتون. الوحدة السادسة الأخيرة عبارة عن صناعة العبوات الغذائية. وأعلم تماما أن كل معظم أبنائنا وبناتنا الطلبة عندهم دايما مشكلة في الوحدة الرابعة اللي هي صناعة التخمرات أو صناعة الكحول والخل. لكن لو احنا مشينا مع بعض واحدة واحدة بمنتهى البساطة وحاولنا نفكر مع بعض هنقدر نوصل لشكل امثل ازاي المعلومه توصل لنا في هذه الصناعه بالشكل المناسب، وايه اللي ممكن وارد في الامتحان يجي لي جزئيات في الاسئله بتاعتي. فبالتالي احنا بدانا مع بعض، اول حاجه ممكن يقول لي التعريف، ثاني حاجه ممكن يقول لي العوامل المؤثره في سرعه التخمر، وبالتالي انا جبتها من التعريف. تعالوا نكمل مع بعض كده عشان يبقى الموضوع في منتهى السلاسه. الأجهزة بقى المستخدمة في الصناعات التخمرية، أنا لسه كنت بتكلم وأنا يا مستر عندي إيه بالظبط؟ مش أنا بقول في التعريف، خد بالك بقى أنا تقريبا الوحدة كلها مبنية على التعريف بتاعي. أنا بقول أنا بستخدم ظروف هوائية أو ظروف لا هوائية. يبقى إذا أنا عندي كده نوعين من المخمرات يا مستر، عندي مخمر هوائي ومخمر لا هوائي. طب هو اصلا يا مستر لو سمحت وضح لي يعني ايه مخمر اصلا؟ هو انا مش لسه بقول في التعريف ان انا عندي ميكروب او بكتيريا انا هستخدمها عشان احط لها مصدر سكري عشان اطلع منتج عندي عضوي او مركب عضوي زي على سبيل المثال الكحول اللي احنا هنتكلم عليه النهارده؟ اه. طب ده هيتم فين؟ الصناعه دي هتتم فين؟ هتتم في حاجه اسمها المخمر. المخمر ده عبارة عن إناء مصنوع بشكل قياسي عشان يحفظ البيئة اللي هيتم فيها عملية التصنيع بمنتهى البساطة. يبقى أنا عندي المخمر ده عبارة عن جزء أو إناء بيتصنع بمواصفات معينة عشان يحافظ على الميكروب والمغذيات اللي أنا حطيتها عشان يطلع لي في النهاية المنتج بتاعي ده. ببساطة المخمر او فكرة عمل المخمر. تعال ارجع معايا كده، وظيفة المخمرات الصناعية ايه؟ هي تهيئة افضل ظروف لنمو وتخليق المزارع الميكروبية المهمة صناعيا. يعني لو انا هعمل انتاج كحول او انا هعمل انتاج خل او هعمل حتى انتاج حمض لاكتيك، فانا يلزم يكون عندي نوع من الاواني او نوع من الاجهزه بالشكل اللي انت شايفه بتسمى المخمرات، وبالتالي هي دي اللي انا هستعملها في عمليات التخمير سواء الهوائيه او اللاهوائيه. سجل السؤال ده كمان في الامتحان. بيجي لي سؤال يقول لي ما الشروط الواجب توافرها في المخمرات الصناعيه؟
انا ماشي معاك جزء جزء، شرح جزء بسيط، والشرح ده ايه السؤال اللي بيجي فيه، عشان الوحدة لو البعض بيظن انها صعبة هيكتشف واحنا ماشيين مع بعض كده، لا ده هي سهلة ما هي صعبة. بدأنا بالتعريف بتاع التخمر، فده يجي فيه جزء في السؤال، قلنا ايه هي العوامل اللي هتسرع، فجي برضو من التعريف خلي بالك. فلما جيت اقول لك ايه هو المخمر فبيجي من التعريف، ده عبارة عن بيئة معينة بتحافظ على عملية التخمر بتاعي. وانا بكلمك عن المخمر عشان هو بيئة هتحافظ على الميكروب والمغذيات عشان تديني المركب العضوي، فانا قلت لك البيئة دي او المكان ده لازم يصمم بشكل معين عشان يستحمل انه يطلع المنتج بتاعي ويستقبل كمان البيئة اللي انا هحطها سواء سائلة او ميكروبات او بكتيريا. فبالتالي هيجيلي السؤال اللي بعديه في الامتحان، وارد يجي يقول لي ما الشروط الواجب توافرها في المخمرات الصناعية. طب انا هقول لك على حاجة قبل ما اعرض لك، لان الموضوع طويل وانا عارف انه كبير وهتلاقيه حوالي 13 او 14 بند موجودين في المخمرات او الشروط اللي المفروض تبقى موجودة في المخمر. ببساطة كده هنتذكر مع بعض، هو المخمر لما انا بكلمك قلت لك المخمر من ضمن شروطه ايه، او انا عايز فيه ايه، عايز يحمي البيئة اللي موجودة عندي، يبقى المخمر لازم يكون يتحمل الضغط الناشئ من البكتيريا اللي موجودة والسائل المحطوط او البيئة السائلة. المخمر ده لازم رقم واحد يستوعب الضغط الناشئ من البيئة والميكروب اللي موجود عندي. طب رقم اتنين، المخمر ده بمنتهى البساطة لازم يكون مصنوع من مادة لا تتفاعل مع حاجتين، مع الميكروب ومع المواد السكرية المضافة. مش انا هحط بكتيريا وهحط مواد خام سكرية، وخلي بالك انا هحط كمان مواد مساعدة تساعدني على التخمر، فلازم من شروطه انه يتحمل التلات حاجات دول، ما يتفاعلش مع البكتيريا ولا مع المواد المضافة داخل المخمر. يبقى دي من ضمن الشروط الواجب توافرها في المخمر. طب ده انت قلت لي يا مستر ان البيئة دي عايزة درجة حرارة وعايزة حموضة وعايزة هواء، فدي ممكن تخش في الشروط؟ اه تخش في الشروط. يبقى لازم يكون عندي متوفر مكان اقدر اقيس بيه درجة حرارة المخمر دون احداث اي تلوث. تاني، دون احداث اي تلوث لازم يكون عندي مكان ايضا يقدر يقيس درجة الحموضة دون احداث اي تلوث. لازم يكون عندي مدخل ادخل بيه جزء من الهواء دون احداث اي تلوث. انت كل ما تكلمني عن حاجة من الحاجات دي يا مستر تقول لي دون احداث اي تلوث، يعني ايه؟ الصناعات التخمرية قائمة على بكتيريا بس نوع معين انا محتاجه هو اللي هيشتغل على المواد السكرية يديني المنتج اللي انا عايزه. فادخال اي نوع اخر من البكتيريا بداخل المخمر هيؤدي الى انتاج نواتج غير مرغوب فيها، سواء بقى في الكحول الناتج او الخل الناتج، او لو انا بعمل صناعات اخرى زي حمض اللاكتيك. وبالتالي يبقى لازم عندي متوفر ادوات من شأنها هتقيس لي الحرارة، هتقيس لي الحموضة، هتقيس لي او تدخل لي الهواء المعقم دون احداث اي تلوث خارجي من الهواء الخارجي او من الادوات اللي انا بستخدمها. كل دي من ضمن شروط المخمرات. طب ده فيه يا مستر قلت ده فيه مخمر هوائي ومخمر لا هوائي، طب المخمر الهوائي ده مش محتاج ان انا اقلب الاكسجين داخل البيئة اللي موجودة في المخمر عشان البكتيريا تتغذى على المواد السكرية وتستخدم الاكسجين ده؟ اه، يبقى انا محتاج داخل المخمر بتاعي جزء للتقليب او ريش للتقليب بسرعة معينة بحيث لا تحدث اي فقاقيع او رغوة. طب لو يا مستر حدث فقاقيع او رغوة يبقى انا محتاج اضافة او فتحة لاضافة حاجة اسمها المواد المانعة للرغوة. طب يا مستر مش في نواتج هتطلع
يبقى انا محتاج فتحة من اسفل المخمر اسحب منها البيئة بتاعتي او الناتج بتاعي، وبالتالي هتسهل عملية التنظيف داخل المخمر. طب يا مستر المخمر ده موجود لوحده ولا ممكن يبقى جنبه حاجة صغيرة بجهز فيها البيئة وادخلها على طول على المخمر؟ فلازم يرتبط بيه جزء صغير او مخمر اصغر منه اجهز فيه البيئة، يمتد بانابيب مباشرة اليه بحيث تسمح بدخول ومرور البيئة اليه دون احداث ايضا اي تلوث. مش عايزك تحفظ خالص. انا عارف ان البنود كتيرة في شروط المخمرات، لكن اقعد فكر زي ما انا خدتها معاك بهذا التسلسل. انا البيئة دي محتاج فيها ايه، وبالتالي هي دي شروط من شروط المخمرات او الشروط التي يجب ان تتوفر في المخمرات الصناعية. طب تعالوا بقى نترجم اللي احنا قلناه ده ونشوفه موجود عندنا ولا لا. الشروط الواجب توافرها في المخمرات الصناعية: 1 قوة اوعية التخمر زي ما احنا شايفين. يبقى لازم المخمر بتاعي يتحمل ضغط الاحجام الكبيرة من البيئة السائلة. وانا اجيب لك شكل لاشكال المخمرات اللي انت شايفها قدامك. لازم يكون مصنوع بقوة تتحمل الضغط الناشئ من البيئة السائلة والبكتيريا التي تدخل داخل المخمر. شايف الشكل بتاع المخمر اللي قدامك ده؟ مصنوع تقريبا من الستانلس ستيل، وبالتالي هذه المادة لا تتفاعل تماما لا مع النواتج ولا مع المدخلات اللي هتدخل في صناعة التخمر، وايضا لا يحدث ليها اي نوع من انواع التآكل من الداخل. ده شرط من شروط المخمرات. تعالوا نكمل مع بعض نشوف الشروط الباقية موجودة ولا لا. مش انا قلت لك لازم يبقى عندي تحكم مسبق في الاحياء المجهرية اللي هتدخل الى المخمر بتاعي. ده الجزء اللي انت شايفه ده عبارة عن جزء مضغوط من الصمامات بيسمح بنفاذ البيئة اللي انا عايزها دون مرور اي نوع اخر من البيئات او الميكروبات او البكتيريا الاخرى، وبالتالي احافظ على البيئة اللي موجودة عندي اللي انا هصنع منها المنتج بتاعي. تعالوا نشوف ايه كمان موجود في المخمرات. من ضمن الحاجات المهمة ان انا بقول انا محتاج هواء، فانا ادخال الهواء لازم يكون معقم وبسرعة كبيرة الى البيئة. فانت هتلاحظ ان في مدخل زي ما انت شايف الى المخمر هيضخ الهواء المعقم دون ادخال اي نوع اخر من البكتيريا، وايضا هيسهل ذوبان الاكسجين، وبالتالي النواتج اللي هتطلع اللي زي ثاني اكسيد الكربون هيبقى لها ايضا مخرج للخروج دون احداث اي نوع من انواع التلوث. دي من ضمن الشروط الواجب توافرها في المخمرات. طب هو لسه فيه؟ ده لسه فيه. مش انا قلت لك في الظروف الهوائيه انا محتاج لعمليات تقليب؟ الجزء اللي انا جايبه لك ده في الصوره هو عباره عن توفير نظام للتقليب هيضمن توزيع جيد لحاجتين: للبيئة السكرية اللي انا حاططها للميكروبات، وايضا للاكسجين اللي موجود، ولازم تكون سرعته سرعة بطيئة عشان ما اعملش اي تكوين رغوة فوق سطح البيئة اللي هيتم فيها عملية التخمر. طب ده لو حصل رغوة يبقى انا لازم هضيف مواد مانعة للايه؟ مانعة للرغوة دي، بحيث ان ما يحصلش مشكلة في عملية التخمير. اللي هي النقطة اللي بعدها على طول، يبقى لازم يكون عندي فتحة زي ما انت شايف اقدر ادخل منها في المخمر المواد المانعة للرغوة، وبالتالي لو حصل اي نوع من انواع الرغوة على سطح البيئة اللي بيحصل فيها التخمر، لا انا بسرعة بعمل ليها عملية اخماد. ده شرط من شروط المخمرات. طب تعالوا نشوف شرط اخر من الشروط اللي موجودة عندي: توفير نظام جيد للتحكم الحراري داخل المخمر، بحيث ان انا سلفا اقدر اضبط الحرارة بتاعتي دون فتح المخمر بتاعي. فلازم يكون عندي زي ما انت شايف اجهزة ترمومترات بتثبت على المخمرات من الداخل ليها تحكم من الخارج عشان تقدر تقيس لي درجات الحرارة بضمان عدم تلوث بيئة التخمير اللي موجودة عندي. دي من ضمن الشروط الواجب توافرها ايضا في المخمرات الصناعية. تعالوا نكمل مع بعض ايضا الشروط دي.
توفير وسائل مطهرة بالمخمر تسمح بإدخال اللقاح وسحب العينات دون تلوث. خد بالك بس من النقطة دي، طبعا الجهاز اللي انت شايفه ده بيسحب عينة من البيئة اللي انا هستخدمها، تاني بيسحب عينة من البيئة اللي انا هستخدمها. هو يا مستر لما اجي اعمل صناعات تخمر، مش انت قلت لي ان في مخمر هيبقى فيه البكتيريا والمواد المغذية وبالتالي بعض المواد الاخرى عشان في النهاية تطلع لي الناتج بتاعي؟ بس البكتيريا دي لما باجي اجيبها ما بتنضفش مباشرة على المخمر، البكتيريا دي لازم اعمل لها عملية تنشيط، ده اللي بنسميه البادئ اللي انا هعمل له تنشيط. وعشان اعمل له تنشيط يبقى عندي حاجتين او حلين عشان اعمل التنشيط ده، يا عندي بيئة اخرى او مخمر صغير او جهاز صغير فانا هعمل فيه عملية تحضير وتنشيط للبادئ اللي هو البكتيريا اللي موجودة دي، وهاجي بالجهاز زي اللي انا موريه لك ده اسحب البيئة بتاعتي وابدأ ادخلها من الفتحة المخصصة في المخمر عشان ادي البادئ بتاعي فرصة ينمو ويشتغل في المخمر في البيئة بتاعتي. فلو انا هعمل بهذه الطريقة وهشتغل بالطريقة دي فلازم تكون الاداة اللي انا بسحب بيها الميكروب او البكتيريا بتاعتي او البادئ بتاعي اللي تم تنشيطه تكون معقمة، ويكون العملية دي تتم باقصى سرعة في المخمر عشان ما اسمحش بدخول هواء محمل ببكتيريا اخرى. في بعض المصانع بقى الكبيرة في عملية التخمر ما بيبقاش فيه ادوات السحب دي لداخل المخمر، بيبقى المخمر الكبير ده بجانبه المخمر الصغير اللي انا هعمل فيه تحضير للبادئ بتاعي موصول بانابيب متصلة مباشرة بالمخمر الرئيسي، بحيث ان انا بعمل تحكم في نقل البيئة بتاعتي الى المخمر مباشرة دون بقى ان انا اعمل عملية سحب وتعقيم الجهاز وادخل في المخمر اللي موجود عندي. فدي طريقتين ان انا اضيف بيهم البادئ بتاعي، يا اما السحب بالعينة زي ما احنا شفنا من الجهاز ولازم يكون معقم ويكون العملية سريعة، او لو انا بشتغل على سكيل مدى كبير في المصانع فبالتالي هيتوفر عنده الجهاز ده موصول مباشرة بالمخمر الكبير، وبالتالي هيدخل البيئة بتاعتي والميكروب بتاعي او البكتيريا بتاعتي دون احداث عملية التلوث. ايضا توفير نظام للتحكم في درجة الحموضة داخل المخمر وثباتها خلال عمليات النمو. هو لسه يا مستر في شروط تاني؟ في شروط تاني. من ضمن الشروط اللي موجودة في التخمر توفير احواض لقاح اضافية، يبقى لازم توفر احواض لقاح اضافية اللي هي هتعمل فيها تنشيط وتحضير للبادئ بتاع. غالبا الاحواض دي بتبقى ساعتها تقريبا حوالي 10% من المخمر الاصلي، بتبقى تقريبا بتشيل 10% من المخمر الاصلي، دي من ضمن الشروط. ولو انت بتشتغل في مصنع اكبر فبيكون موصول مباشرة بيه. تعال شوف كده معايا على الصورة عشان تبقى انت واضحة بالنسبة لك. خد بالك انا جايب لك صورة عبارة عن ايه، ادي مخمر اصلي كبير وجنبيه بص مخمر صغير بيتم في عمليات تنشيط للقاح والبيئة اللي انت شايفه الصغير ده، وده عشان مصنع على سكيل ومدى كبير هتلاقيه متصل مباشرة بانابيب واصلة للمخمر اللي هيتم فيه عملية التخمير، بحيث لما يتم تنشيط للبيئة اللي موجودة عندي او هضيف مغذيات فهتصل مباشرة وهي معقمة الى داخل المخمر الاصلي دون احداث اي نوع من انواع التلوث. دي من ضمن الشروط ايضا المهمة. طب وفي شروط تانية يا مستر؟ توفير وسائل فعالة لتعقيم بيئة الانتاج والمواد المانعة للرغوة. انا جايب لك قطاع عرضي او طولي من داخل المخمر زي ما انت شايف، المخمر اللي قدامك ده موجود منه زي ما انت شايف جزء للتقليب، آلة محركة للتقليب، جزء هيدخل من البخار المزدوج داخل البيئة بتاعتي عشان اتحكم في رفع وتقليل درجة الحرارة، هيبقى فيه عندي جزء ايضا بيدخل زي ما انت شايف المغذيات سواء بقى هدخل ماء تشغيل او هدخل مواد سكرية، عندي من الاسفل اقدر اسحب زي ما انا عايز الناتج بتاعي واعمل عمليات تنظيف. ايضا وجود مرشحات هوائية بين مصدر ضغط الهواء ومكان دخوله للمخمر عشان يضمن ان يعمل عملية ترشيح لاي وفلترة لاي نوع من انواع البكتيريا الغير مرغوب فيها داخل المخمر بتاعي.
كل دي تقريبا شروط للمخمرات الصناعية، سواء تخمير هوائي او تخمير لا هوائي. لازم يبقى عندي موجود فتحة في قاع المخمر لإزالة البيئة السائلة من الحوض بعد الانتهاء من عملية التخمير لإجراء النظافة بشكل جيد للمخمر عشان أجهزه للبادج اللي إيه؟ للبادج اللي بعديه. دي من ضمن أيضا الشروط الواجب توافرها. طيب أنواع المخمرات، تاني أنواع المخمرات، ممكن يقول لي أذكر أنواع المخمرات، يجي السؤال على هذه الطريقة، أو يقول لي سؤال إيه الفرق أو ما هو الفرق ما بين المخمرات الهوائية والمخمرات اللاهوائية. تاني يقول لي أذكر أنواع المخمرات، يقول لي الفرق أو أذكر الفرق ما بين المخمرات الهوائية والمخمرات اللاهوائية، وعشان أبقى أنا عارف الفارق اللي ما بين المخمر الهوائي والمخمر اللاهوائي لازم أكون مستوعب الشروط اللي إحنا اتكلمنا عليها. هترجع تقول لي يا مستر ده الشروط كانت كتيره جدا اللي حضرتك عرضتها، اه هي دي المقرره علينا في المنهج، بس انا قلت لك ما تحفظهاش، انت بس حط قدامك ان ده مخمر هيدخل فيه البيئه دي، فانا محتاج له ايه؟ محتاج له انه يكون قوي يتحمل البيئه اللي موجوده عندي، ان يكون الماده بتاعته لا تتفاعل سواء مع المدخلات او المخرجات، يكون عندي فتحه للتحكم في الهواء المدخل عندي، يكون عندي نظام للتقليب جيد، يكون عندي مخمر صغير بجانب المخمر بتاعي ينقل البيئه بتاعتي، يكون عندي فتحه من الاسفل اقدر اسحب منها المنتج بتاعي، عندي فتحه تعمل ادخال للمغذيات او سائل التشغيل او ماء التشغيل اللي موجود عندي، عندي فتحه ايضا بدخل منها المواد المانعه للرغوه. كل دي شروط موجودة في المخمر، فلو انا عرفت الشروط وتركيب المخمر هقدر بمنتهى البساطة افرق ما بين المخمر الهوائي والمخمر اللاهوائي. في كلتا الاحوال هم نوعين من عمليات التخمير او نوعين من المخمرات. في نوع من التخمير الهوائي وبالتالي يحتاج مخمر هوائي. في نوع من التخمير لاهوائي فيحتاج مخمر لاهوائي. طب ايه الفارق بقى بينهم يا مستر؟ كل الشروط اللي موجودة في المخمر الهوائي او المخمر اللي انا عرضتها دي موجودة في المخمر الهوائي وايضا موجودة في المخمر اللاهوائي، ما عدا تاني ما عدا حاجتين. رقم واحد انا مش محتاج مقلب في المخمر اللاهوائي. رقم اتنين مش محتاج فتحة لادخال الاكسجين او مصدر لادخال الاكسجين داخل المخمر اللاهوائي. هو كده بالنظر او بتشغيل المخ معايا في الماده، او انت تستوعب انا بقول لك تخمير هوائي محتاج اكسجين، تخمير لا هوائي مش محتاج اكسجين، الفرق بينهم الاكسجين. فبالتالي يبقى ايه الفرق في عمليه تصنيع المخمر الهوائي والمخمر اللاهوائي؟ انا مش محتاج هنا اكسجين في المخمر اللاهوائي، فبالتالي مش محتاج فتحه ادخل منها الايه الاكسجين. طب هو في المخمر الهوائي لما كنت باخد الاكسجين كنت بقول من ضمن شروط المخمر ايه؟ عايز مقلب يقلب لي الايه؟ الاكسجين داخل البيئه بتاعتي. فانا هنا في المخمر اللاهوائي مش محتاج الاكسجين، فمش محتاج لتقليب الاكسجين داخل المخمر بتاعي. طب ويا مستر هيجي سؤال في ذهني انا كطالب، مش البيئه نفسها بتاعه التخمير بعلاوه ان في اكسجين او مفيش موجود مواد مغذيه سكريه ومواد اخرى مضافه مساعده؟ اه، وانت قلت لي لازم تتقلب عشان خاطر البكتيريا تقدر تستغلها كلها في البيئه اللي موجوده عندي. اه، طب ازاي في المخمر اللاهوائي مش هبقى محتاج على الاقل مقلب يقلب البيئه المغذيه دي؟ اقول لك غالبا لان انا الظروف هنا لا هوائية فبينتج في المخمرات الهوائية جزء كبير جدا من نواتج الغازات زي ثاني اكسيد الكربون اللي هي من شأنها بتعمل عملية تقليب للبيئة اثناء صعودها الى الاعلى. تاني في المخمر اللاهوائي نتيجة وجود غازات بتنطلق من هذه البكتيريا فصعودها ده بيعمل تقليب ذاتي للبيئة اللي موجودة عندي. يبقى إذن الفارق ما بين المخمر الهوائي واللاهوائي المقلب وفتحة إدخال الأكسجين أو الهواء. تعالوا نشوف مع بعض كده أنواع المخمرات. واحد المخمرات الهوائية،
اللي هي موجودة قدامنا. هذا النوع من المخمرات عبارة عن وعاء مغلق يمكن تعقيمه وتهويته وتحريكه كما يتم التحكم بدرجة حرارة محتوياته بدقة عالية. ليه؟ لان دي الشروط اللي احنا قلناها اللي هي التحكم في كل شيء من اول البيئة للهواء للحموضة لدرجة الحرارة للمواد المانعة للرغم، وبالتالي يبقى سهل ان انا اعمل له عمليات نقل وتحريك وتفضية وتنظيف من المكان بتاعه. دي المخمرات الهوائية. نكمل مع المخمر الهوائي. عادة يكون المخمر الهوائي اسطواني زي ما انت شايف في الشكل اللي موجود عندي، قاعدته مستديرة وله مدخل او مدخل ليسهل تنظيفه او يسهل عملية التنظيف. بيبلغ ارتفاعه حوالي 100% من قطره. يعني ايه 100%؟ وضح لي يا مصطفى عشان الرقم بيبقى بعيد عني. يعني ايه ارتفاعه 100% من قطره؟ المخمرات على حسب حجم وانتاج المصنع. تاني، المخمر يعني لما نيجي نتكلم في اي نوع من انواع او نذكر اي نوع من انواع المخمر سواء هوائي او لا هوائي، فالمخمر واحد في التصميم ما عدا الفرق اللي انا قلت عليه في المقلب وادخال الهواء، لكن هو واحد في جميع شروطه وتصميمه. لكن حجم المخمر هيختلف على حسب المصنع اللي موجود. هل المعمل او المصنع ده بيشتغل بكميات عالية جدا او كميات قليلة؟ فبالتالي احجام المخمرات هي اللي هتختلف معاي. طب هو ارتفاعه يعني ايه 100% من قطره؟ المخمر عندنا بيبقى له او سعته على حسب القطر بتاعه الدوران بتاعه. ففي مخمرات يبقى القطر بتاعها متر، في مخمرات يبقى القطر بتاعها متر ونص، في مخمرات القطر والدائر بتاع ده القطر بتاعي ده حوالي 2 متر. فالارتفاع بيبقى حوالي 100% من قطره، وفي بعض المخمرات بيبقى 50% من قطره. فلو هو 50% مثلا من قطره لو هو متر فهيزيد عليه 50%، فهيبقى ارتفاعه تقريبا متر ونص من القطر اللي هو المتر. وفي بعض الاحيان بحتاج ان انا ارفع لمية في المية فيكون الارتفاع بتاعي 2 متر من قطر المتر، عشان بس الرقم يكون في ذهنك. يعني ايه ارتفاعه 50% او 100% من قطره؟ يعني لو قطره 1 متر هزود 50% ارتفاعه متر ونص. لو قطره ايضا 1 متر وانا عايز اعمله في 100% من ارتفاعه فهيبقى حوالي 2 متر. يبقى القطر متر وارتفاعه 2 متر. ده تفسير كلمة ارتفاعه 100% او 50% من قطره. تعالوا نكمل مع بعض كده في انواع المخمرات وماشيين ومكملين في المخمرات الهوائية. طبعا زي ما انا قلت في المخمر الهوائي يوجد في منتصف المحرك محور حركة للتقليب تقريبا بربع حصان لكل هكتو لتر من بيئة التخمير عشان يقلب بالسرعة المناسبة اللي هي غالبا بتكون سرعة بطيئة ما تكونش رغوة باعلى بيئة التخمر. ايضا في المخمرات الهوائية اللي موجودة عندي يمر الهواء من فتحة باسفل المخمر عن طريق مرشة الهواء، بينما يخرج الهواء من خارج انبوب خارجي يتم تعقيمه دوريا، ولازم يبقى عندي فتحة لاخراج الغازات التي تنتج من نواتج التفاعل زي غاز ثاني اكسيد الكربون اللي بيتم غالبا عملية اسالة ليه وضخ ليه. لازم يكون عندي ايضا مكان وفتحة اقدر اخد منها وضيف سواء بيئة اللقاح او المواد المانعة للرغوة. ده في حالة لما يكون عندي المخمر بتاعي مش مجهز بفتحة لمرار البيئة بتاعتي مباشرة او فتحة لاضافة المواد المانعة للرغوة. كل ده في انواع المخمرات في المخمرات الهوائية. ويجهز اللقاح المحضر، انا كنت لسه بقول لك في الشروط ان لازم يكون جنبي مخمر تقريبا سعته 10% من المخمر الاصلي اللي انا هعمل فيه عملية التحضير للبيئة بتاعتي، ثم هعمل لها بقى نقل يا اما عن طريق انبوب اللقاح او عن طريق يكون اصلا المخمر الصغير متصل ذاتيا او انا عامل له وصلة ذاتية بداخل المخمر. تاني، شرط من ضمن الشروط الاساسية ان لازم يكون عندي بيئة تخمير صغيرة بجانب المخمر الاصلي بتاعي. ومن ضمن الشروط دي ان السعة بتاعته تقريبا بتصل الى 10% منه. لان لما اجي اعرف بعد كده في صناعة الكحول واحنا شغالين هقولك ان انا ببدأ تقريبا بمخمر بحط فيه 50 لتر فقط من البيئة اللي موجودة عندي عشان اعمل ليها عملية تنشيط، وبعد كده هنقل فيه مخمر اخر
تقريبا بيشيل 13 متر مكعب عشان احط فيه السوائل بتاعتي لمده قد تصل الى 20 و22 ساعه، ثم هنقل بعدها في مخمر اخر اللي هينتج فيه جزء من الكحول اللي بيبقى تركيزه تقريبا في البداية 10% قبل ما ارفع عمليات التركيز، بيكون تقريبا حوالي 33 متر مكعب. بعد كده بخفض العدد اللي موجود عندي او سعة المخمر الى 8 متر عشان يديني في النهاية الكحول اللي تركيزه بعد التخزين وتقطيره 95%. فمن ضمن الحاجات المهمة في المخمرات او المخمرات الاول لازم يكون عندي بيئة صغيرة او مخمر صغير بجانب المخمر الكبير بيشيل سعة 10% من المخمر الاصلي عشان اعمل فيه تحضير للبيئة بتاعتي. ايضا في المخمرات الهوائية لازم يبقى فيه عندي مضخة تتحكم عن طريق فتحة تقيسلي الضغط بتاعي اللي هو عبارة عن 1.1 كيلو جرام سنتيمتر لمدة 30 دقيقة، ثم تغلق الفتحة وترفع الضغط داخل وعاء التخمير. تمام كده، هنكمل مع بعض انواع المخمرات. في المخمرات اللاهوائية، خد بالك ادي شكل المخمر اللاهوائي، هو تقريبا تصميمه هو تصميم المخمر الاصلي اللي موجود عندي بنفس الشكل والتقنية، ولكن زي ما انا قلت هيبقى عندي مفيش في المخمر ده خالص اي مقلب عشان انا مش محتاج عمليات تقليب للاكسجين، وقلت التقليب بيحصل ذاتيا نتيجة الغازات اللي بتبقى موجودة في بيئة التخمير اصلا او اللي بتنتج من بيئة التخمير اللاهوائية، فبالتالي مش هحتاج فيه عملية التقليب. يبقى واختلف بس في طريقة التقليب او التصميم بتاع عمليات التقليب او ادخال الهواء، ده في المخمرات ايضا اللاهوائية. ايضا بيقول في حين لا تحتاج الى تقليب اضافي لان الغازات المتصاعده من المخمر تقوم باحداث عمليه التقليب وتكون الحاجه الهواء في بدايه التخمر فقط، يعني انا في البدايه خالص بكتفي بالجزء من الهواء اللي دخل في البيئه اللي موجوده عندي، وبعد كده بكمل في ظروف لا هوائيه. كل ده في المخمرات ايضا اللاهوائيه. بيقول لي عدم اضافه الهواء الى المخمر لا يعني بالضروره، خد بالك النقطه دي برضو مهمه، ان تكون البكتيريا اللي موجوده ان هي قد لا تحب درجة الحرارة. خلي بالك الكلام ده، بمعنى مش معنى ان الظروف اللي موجودة في المخمر اللاهوائي ان قد تكون البكتيريا لا تحتاج جزء من الهواء في البداية معاه، لان غالبا ده بيتوقف على نوع البكتيريا اللي انا هستخدمها في صناعة الكحول او الخل. هو انا الميكروب ده قد يكون لا هوائي ولكن يتحمل وجود درجات من الهواء، فبالتالي اقدر في البداية خالص ادخل جزء من الهواء وبعد كده بتتحول الظروف كاملة لا هوائية، فهيعيش على الوضع اللي موجود عليه ويبدأ عملية التغذية وكون المنتج بتاعي. لكن في بعض الميكروبات، خلي بالك من اللي بقوله ده، لا تتحمل نهائيا وجود الاكسجين، وبالتالي في هذا النوع من عمليات التخمير انا بمنع تماما وجود الاكسجين، فبالتالي لو وجد الاكسجين ده هيعيق من تغذية البكتيريا، وبالتالي هيعيق من الناتج اللي موجود عندي، مش هيكون الناتج اللي موجود عندي بالشكل الجيد. ايضا هنكمل في المخمر اللاهوائي، بعض البكتيريا زي ما قلت لا تتحمل وجود الاكسجين مثل الكولوستراديوم، وممكن في هذه الحالة استخدام بيئة جيلاتينية سميكة يمكن ان تعيق تغلغل الاكسجين داخل المخمر، فبالتالي ده هيبقى جزء غير مرغوب نهائي في هذه العملية. مكمل معاك في المخمر اللاهوائي، يتم تعقيم البيئة داخل المخمر مباشرة قبل عملية التلقيح، ثم يضاف اللقاح من اسفل المخمر عند تبريد البيئة الى درجة الحرارة المناسبة. ارجع تاني اذكرك كده بالجزء اللي احنا خدناه النهاردة، احنا اتكلمنا عن تطور البيولوجي للميكروبات وازاي استخدمتها ومهم استخدامها في بعض انواع الميكروبات او بعض المنتجات الغذائية. قلت لك يعني ايه تعريف التخمير والمعنى العلمي للتخمير، قلت لك ايه هي العوامل اللي بتساعد على الاسراع من عملية التخمير، جزء كبير قوي مهم اللي هي الشروط الواجب توافرها في المخمرات عرضناها بشكل سلس وطلعناها من التعريفات اللي موجودة عندنا. انواع التخمير اللي احنا اشتغلنا فيها واتكلمنا فيها، سواء التخمير الهوائي والمخمر الهوائي والفرق بينه وبين المخمر اللاهوائي، ايضا ذكرناه.
اتمنى في نهايه هذه الحلقه ان يكون كل ابنائنا وبناتنا ومشاهدينا الكرام استفادوا معانا، والى لقاء اخر. كان معكم الاستاذ نبيل عبد الرؤوف على قناه مصر للتعليم الفني، ارجوكم ابقوا معنا.